أصدر الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس شارقة الإعلام قرارا بتكليف حسن يعقوب المنصوري مدير قطاع الإذاعة في مؤسسة الشارقة للإعلام بمهام الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام بالإنابة. ويقوم مجلس الشارقة للإعلام على تحقيق العديد من الأهداف التي تسهم في التنمية المستدامة في الإمارة ورسم السياسة الإعلامية للإمارة وتعزيز مكانتها إعلاميا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي والتنسيق بين المؤسسات العالمية بما يتفق مع سياسة الإمارة والإشراف على المناطق الحرة التابعة لها.